منها فتوى الاستشارية، دفع الصائل فتوى كمان دفع اللي الصائل. قالوها. انا محتاجه حضرتك تشرح لنا ايه الفتوى دي، بما ان هو بقى يعني ابتدوا يروجوا وبيقولوها في حواراته. ايه هي فتوى دفع الصائل، وازاي بيتم تزويرها واسقاطها على الواطع؟ الصائل دي بص ببساطة عشان المشاهد يفهم، الصائل ده واحد معتدي. هاي المعتدي ده ممكن يعتدي على مالك، يعتدي على عرضك، يعتدي على تجارتك، يعتدي على منزلك. طب هنا العلماء والفقهاء قال لك طب لو واحد جه اعتدى عليك اسمه صائل، طب هذا الصائل جالك جه يعتدي على زوجتك او فلوسك، لازم وجب الدفاع. طب لو قتلت فانت شهيد، طب لو قتلته هو يدخل في النار. هي دي بس ببساطه شديده. هم بيصوروا نفسهم ان هم ضحيه وبيتعرضوا لاعتداء من قبل الدوله، وبالتالي مواجهتهم ده واجب شرعي كده. الدوله صائل واحنا معتدى عليها، فيجوز لي ان انا ادافع عن نفسي في مواجهه الصائل، فحتى لو قتلته هو في النار وانا في الجنه. ايوه بس ده تلفيق وتزوير كامل. طب هو بيلفق، انا طول عمرهم بيلفقوا، يعني هو كل فتاويهم تلفيق. يعني يعني احنا بنتكلم عن فتاوى. طيب انت لما تيجي تقول ربنا بيقول ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الظالمون، مين قال لك ان الشريعه مش مطبقه؟ ما انت بتلفق. ايوه هو المفارقه انه مفيش يعني اي حد من الجماعات اللي حضرتك ذكرتها، سواء اخوان ولا قاعده وجماعه حتى كانت داخل مصر، تم هم اللي كانوا بيهاجموا، هم اللي بيبادروا بالارهاب وبالاعتداء. طيب يعني لما تيجي تقول لي بلى من كسب سيئه يعني واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار، انك لو كسبت سيئه لو عملت معصيه تدخل النار، مين قال كده؟ مش في كبائر وفي صغائر وفي يعني. ففي حاجات هم تلفيق، كل جماعه منهم بتطلع بحاجات وتلفق. ده داعش ثلاث فئات بيحاربوا بعض بافكار، وعملوا مذبحه اسمها مذبحه المستتابين، موتوا فيها 3000 من اتباعهم هم جوه، ابو ظلوم اسمها من اتباعهم عشان فكره العذر بالجهل.